اوكي، فبس لأرجع أعيد إنه هلأ بدنا نبلش الموضوع الفيديو اللي هو الجزء الثاني من الجلسة، و بدي بلش لكم بفيديو بسيط بيعبر عن تفاوت أنواع الفيديوهات، أكشلي على نوعية معينة من أنواع الفيديوهات. بس قبل ما بلش فيه بدي لكم إنه في بالنسبة للفيديو نوع اسمه stop motion اللي هلأ بدي ورجيكم إياه، animation اللي هي الرسوم المتحركة، interview لما يكون شخصين قاعدين عم واحد عم بيسأل أسئلة والتاني عم بيجاوبها، photo series with voice over اللي هي بتحط أنت سلسلة من الصور وبتحط صوتك اللي هو عم بيشرح شو موجود بهاي الصور، video series with voice over اللي هو ممكن يكون أنت فيديو لقطته وبعدين عم تحكي عم تعمل صوتك فوقه كأنه عم تعمله كدليل للي موجود بالفيديو، وآخر شيء اللي هي single person presentation إنه أنا وبس عم بحكي أمام الكاميرا. وكل هدول واردين كفيديوهات أو أنواع للفيديوهات بالحملة تبعكم، وكلها ياتا يعني ممكن تنعمل بسهولة إذا اتبعتوا الخطوات الأساسية. هلا أنا بدي ورجيكم هذا الفيديو تبع stop motion لأنه ممكن إنه يكون نوعية فريدة للي إله اهتمام إنه يشتغل بهالأسلوب، وما نو صعب كتير ينعمل لأنه هو عبارة عن سلسلة من الصور يلي مربوطة ببعض، وكل صورة بتكون انت مثلا تخيلوا او تخيلي ان عندك طاولة، هالطاولة عندها عليها اشياء، كل صورة بتحركي غرض وبتلقطي صورة تانية، بترجع بتحركي بتلقطي صورة تانية، بعدين بتضميهم كلهم مع بعض بسلسلة فيديو وممكن تحطي له موسيقى او تحكي فوقه. فهي الفيديو. Rama, are you playing something? أنا ما عم بسمع شيء. عفوا؟ ما are you playing something؟ أنا كأني مالي شايفة شيء. البقية شايفين؟ شايفين بس ما في صوت. شايفين بس ما في صوت. أوكي، ما بعرف إذا الصوت يعني خلينا معلش نشوفه بلا صوت. ما بعرف كيف بدي احط لكم الصوت هلا، وممكن اعطيكم الرابط لتشوفوا. هو الصوت عباره بس عن موسيقى عاملينها. اوكي. ما رح أكمله كله بس يعني أخذتوا الفكرة أنه كيف ممكن الواحد يقدر يعمل فيديو عبارة هاي كله بس إقلام وبرايات وكل ما بتتحرك حركة بيصوروا صورة بعدين بيحطوا كل الصور مع بعضها. في أي أسئلة عن أنواع الفيديوز؟ رغم هدول هن بيقدروا يصوروا حالهم انه صوره 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 وبعدين تنجمع، بدها تكنولوجي معينه، في برامج ممكن يقدروا يستخدموها بالرحله طبعا يفضل، ولا بدك شيء فني؟ يمكن في برامج بتسهل العمليه. انا بصراحه لما بعمل هذا الشيء بعمله بابسط البرامج اللي الي اللي هو يعني باوربوينت او كينوت اللي هو سهل يعني موجود متوفر وسهل الاستخدام. بس أكيد في برامج كتير حتى على الهاتف يعني ممكن إنه بس يضموا صور ليعملوا منها فيديو، وما بعرف إذا
شلون نطلع أكثر تحديدا في تصير مثل ما تكون. بس أنا حبيت أعرض هذا الأسلوب لأنه هو أسلوب أبسط من الفيديو. إذا حابين أنتوا إنه تاخدوا بس صور وبعدين بهالصور بتحطوها كالسلسلة وراء بعض وبتحكوا فوقها أو بتحطوا موسيقى فوقها وكتابة. هلا أيا كان نوع الفيديو اللي بدكم تعملوه، نقطة الانطلاق دائما بتكون ال سكريبت. شو سكريبت؟ عم نسميه بالسكريبت، عم نسميه سكريبت اللي هي النص اللي عم نص. شكرا. اوكي، فهو النص. هلا هذا النص ممكن يبدا بمجرد يعني نقاط، انه بوليت بوينتس. انا بكتب مثلا لنقول بداية أنا موجودة على البحر، بعد موجودة على البحر أنه أنا قررت أنه يعني أبحر على الصين، دا دا دا. بس نقطة 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 بعدين بوسعها وبعمل قصة كاملة. بعد ما بنكتب النص بتراجعوا، ممكن أنتوا تراجعوا أولاً لتتأكدوا من جودته، بعدين تخلوا حدا من الناس اللي حواليكم، إذا شخص شاطر بالإنجليزي، شاطر بالعربي، شاطر بالكتابة، براجع لكم إياه. وبعدين ممكن نحنا في جولة إنه حدا من طرفنا يراجع لكم إياه للإنجليزي. ثالث شيء إنه بعد ما تراجعوا هذا النص تدربوا عليه 100 مرة، وأنا هون ما عم بالغ، أنا قصدت إنه 100 مرة، لأنه أي ممثل أو أي حدا بده يعمل عرض بمؤتمر بيتدرب 100 مرة لحتى يتقن هالنقطة، وأنا منهم يعني دائماً بتدرب. بعدين تختاروا كخطوة تانية محل كتير هادي لتعملوا التسجيل. الإضاءة لازم تكون جيدة، الإضاءة الطبيعية أحسن من الإضاءة اللي يكون في إنه تصوروا بالليل، فيفضل بالنهار. تفادوا الخيالات وسجلوا بين 10 ل20 مرة وتختاروا الأفضل، وما تحطوا عليها ريت اللي دخل هلأ يسكر المايكروفون تبعاً. سؤال هون انه بيتمرنوا اول 80 مره وبيسجلوا 20، ولا بيبدوا يسجلوا من الاول؟ لا يعني بيتمرنوا اول شيء بعدين بيسجلوا. والتسجيل فيه تدريب كتير كمان، يعني انا هاي ال 100 تمرين ممكن تمرنت لنقول 50 مره وبعدين 50 فيديو عملت وسجله وامحي وسجله امحي. بس أهم شيء أولاً إنه أكون أنا حافظ النص. بعد ما أحفظ النص ببلش أنا أتدرب وأنا شايفة حالي يعني على الفيديو، لحتى يعني بكون زدت صوت وصورة. فأول مرة بعمل بس النص، بتدرب عليه، بحفظه، بعدين ببلش أنا أطلع كيف أنا تعابيري، هل متمشي التعابير، هل تعابيري عم بتعبر عن الشعور اللي أنا عم كاتبته بالنص. لأنه الواحد لما بيرتبك أو بيتلبك ممكن أنه يجمد كتير، وهذا الشيء بشوفه كتير أنا بالفيديوهات تبعكم، أنه الواحد منكم عم يحكي كأنه الكاميرا مسدس وخايف منها كتير. فلازم أنه كتير يكونوا مرتاحين وحافظين النص لحتى لما تقدموا الفيديو ما تكون الخوف أنه أنا ما أتذكر الكلمة موجود، بتكونوا أنتوا انتهيتوا من هذا الخوف، والفكرة بس أنه كيف أنا بدي أديه بطريقة طبيعية. وبيصير في نقلة نوعية بعد ما تحفظوا النص وتبصموه 100 مرة، بيصير في نقلة نوعية أنه أنا عم فكر، ما عاد فكر فيه للنص، بس عم فكر أنا كيف عم بحكي بارتياح والكلمات، وأنه كأني عم بحكي طبيعي. هلأ اللي بده يعمل أنيميشن مثل ما شايفين على اليمين ممكن أنه يرسم الأشياء ببساطة، وفي برنامج ممكن يعطيكم يا أنس
سبق استخدموه الشباب جاد ومحمد الخطيب بال ليعملوا animation series ببسة هاي العملية، فممكن انه تختاروا هالاسلوب. طيب هلا كل هاي النقاط اللي ذكرتها بدي فصلها اكثر. اول شيء بالنسبة للكتابة، اختاروا لغة بسيطة مبسطة، حطوا قصة كتير واضحة يكون في إلها بداية وسط ونهاية، تكون عم تحكيها كأنها قصة ما عم تحكيها كأنه درس مدرسة، أو ما تكون فيها جمود. بنفس الوقت إذا قصة ما تكون كتير خيالية، ما تقدر أنت تختصرها أو أنت تختصريها بأقل من 3 دقائق، ويكون في بالقصة نهايتها طلب call to action، يعني أنتوا عم تطلبوا من الشخص أنا بدي مصاري، أنا بدي دعم مادي، ما إنه بس أنا حكيت القصة وقفت بدون ما تقول لي أنت شو بدك مني ك يعني شخص عامل حملة. وبعدين جربوا تكون يعني positive uplifting real emotions، يعني إذا أنتوا متفائلين تعبروا عن التفاؤل إنه اللي قدامكم يصدق إنه أنتم متفائلين، مو أنت تحكي إنه مثلاً هاي اللي ورجيكم أنا هلا انتبهت إنه ما في فيديو، لو ورجيكم إنه أنا بالفيديو إذا إنه أنا جاي أحكي لكم إنه مقدمة على شيء كتير حاببته، تمام؟ فأنا بالأسبوعين القادمين أنا بدي أكتب كتاب، صار لي زمان كتير حابة أكتبه، هذا الكتاب كتير رح يكون له تأثير بحياة النساء بالعالم العربي، يعني ما في قناعة إنه أنا عم بعمل شيء مهم. كتير غير من إذا أنا قلت لكم أنا الأسبوع الجاي عندي مهمة كتير مبسوطة لها، رح أكتب كتاب، هذا الكتاب ممكن يكون له تأثير عالي بحياة النساء بالعالم العربي، مبتسمة متفائلة وعم بقنعكم إنه هذا الشيء أنا فعلا حاسة فيه. طيب هلأ بالنسبة لتنقيح الفيديو، أول شيء راجعوا لتتأكدوا أنه يعني هو جاي بلغتكم أنتو ولغة مبسطة بتقدروا تحكوها بسهولة. تاني شيء اسألوا نفسكم، هل هذا الشيء حرك مشاعري ولا أنا حاسه كتير عادي وبليد، أو هل حرك مشاعر غيري؟ شو المشاعر اللي حسست الناس التانيين لما حسوها فيها لما قروا هذا الفيديو أو شافوا هذا الفيديو أو قروا هالنص؟ هل واضح النص؟ ممكن أي حدا يفهمه ولا أنا منقص من القصة شغلات الشخص اللي بأمريكا يعني ما عنده هاي الخبرة تبع سوريا ما رح يفهمه؟ هل واقعي ولا أنا مكذب فيه ولا ماطت الحقيقة شوي؟ هل متتابع بشكل حلو ولا أنا عم نط بخواطري من شغلة لشغلة بدون وضوح؟ وبعدين بالآخر شيء بعد ما تكتبوا وتتأكدوا من كل هالشغلات تعطونا إياه. وأنا طلبت من رشا هالمرة إنه أي حدا بيقدم لنا نص في أخطاء إملائية، في أخطاء لغوية، مبين إنه هذا الشخص أولاً ما بذل جهد فيه أو ما خلى حدا تاني يراجعه غيره، إنه منقول له شكراً ما رح نتابع نحنا بالحملة. أنتوا بدكن تحطوا الحملة كما هي، ما تكون جيدة فاين، بس نحنا ما رح نساعد حدا ونراجع نص إذا ما كنتوا أنتوا باذلين جهد كافي لتتأكدوا من جودة هذا النص. إن شاء الله تكون هاي جداً واضحة، ولأنه المتطوعين تبعنا يعني ساعتهم كتير غالية علينا وما بريد إنه يهدروها، لأنه أنتوا مو عاملين الواجب تبعكم ومو مؤدين الواجب تبعكم. مو صوتك مو واضح. قبل كان بشار وآلاء عندهم سؤال، أبغى أسأل الساعة
يلي اوكي خلي نسمع من رشا بعدين بشار بعدين الاء. تفضلي رشا. في شاب عنده نقطة كتير كتير كانت هامة بالحملة تبعه. وقت فتحت مبارح السكريبت تبعه لقيت انه كل الحديث مثلا عن كونه تطوع برياضة معينة بينما انه هو طالب يدرس هندسة فرضا من نوع ما. فوين وين احيانا من غير ما نحس في جانب من شخصيتنا بيطغى على الصورة. لو كنتوا هذا اللي بتكون تقدموه على راسي بس أنا كمتبرع إلك بيجي بلاقيك ثلاث ساعات عم تحكي إنك أنت بدك تعلم سباحة وبعدين من نص الدنيا بتقلي أنا مهندس. فبقول وين كيف بربطهم مع بعض؟ يعني دايما بتكون تفكروا بالمنطق أولا بالمصداقية ثانيا بأهمية الرسالة اللي عم تبعتوها بالفيديو. مش انه واحد حشك لبك يعني هي مش طنجرة بفتحها وبعدين بحط كل شيء موجود عندي وبسكر عليها الغطاء وانه خلص انت يا متطوع ولا متبرع نقي اللي بدك يا بدكم تكونوا عندكم حسن اختيار لانه كمان هذا الشيء بيدل على نضج الشخصية والمتبرع بيحب يحس انه هو عم يعطي ناس ناضجين واخذين قرارات بالنسبة لحياتهم بيشكلوا استثمار للفلوس ولا الجهد اللي رح يحطها معكم وعندكم. فهي بس سريعا يعني بحس انه كتير كنت عم واجهها مع الفيديوهات اللي بحكي مع الطلاب فيها. اذا بتريدوا تحكوا معي عن الفيديو قبل ما تكتبوه كمان انا مستعدة وفينا نلاقي متطوعين يساعدوكم كمان بهي الفكرة. بس بقصد ركزوا عليها مش انه انا خلصت السكريبت وخلص عملت الفيديو تبعي هذا ما بيشتغل. تمام. ورجاء كمان ما تحطونا تحت الأمر الواقع إنه أنا كتير تعذبت ورحت جبت حدا ساعدني بالتصوير وخلص صورت الفيديو قبل ما شارك النص قبل ما يعني جزءوا لهالخطوات. فيعني رجاء إنه ما تحرجونا بهالأسلوب لأنه رح نقلكن لا إذا إجانا فيديو من أول مرة مبين إنه ما نو متدربين عليه أو شيء رح نقلكن رأ وهيك أنتوا بتتعذبوا بالإخراج تبعه. تمام. هلأ بعدين بتدرب الواحد على الصوت. تدرب على الصوت ممكن على الهاتف أو أي شيء يسجل الصوت وترجعوا تسمعوا حتى تتأكدوا من النبرة تتأكدوا من السرعة تتأكدوا من أنه موصلين الفكرة بطريقة جيدة وكمان متأكدين إنه ما يكون في مبالغة بالسعادة أو بالزعل أو بالتعصيب وكمان ما تكون مبالغة بالهدوء. يعني في مرات بيجينا فيديوز أنا بقول طب هذا الشخص كأنه يدوبه على قيد الحياة. يعني كمان مو حلو انه انا ليش بدي اتبرع لحدا حاسسته انه يعني بعيد من هون انه بكره بعد بكره ميت لانه كتير مبين انه فاقد الامل بحياته. فهذا الشيء كتير مهم انه ما تنسوه. هلا اتذكرت بشار انت كان عندك مداخله والا فتفضل بشار. ايه هلا انا مو مداخله بس انه عفوا مو سؤال ملاحظه على تسجيل الفيديو على السكريبت الاول. انا كتبت اول سكريبت وعملت فيديو فتقريبا بعد ما عني حافظ النص ففعليا انه اي طالب راح يكتشف انه راح يصور اكثر من 200 فيديو حتى يطلع معه الفيديو المناسب حتى لو كان حافظ النص. ممكن تطلع له خلال الفيديو رمشة عين وهو قاعد بشوف الفيديو يشوفه انه غير مناسبه. ممكن يبعثه لواحد ثاني ويشوف مثلا حاله مو سريع بطيء بس يبعثه لشخص ثاني ما يفهم منه شيء. ففعليا اي شخص راح يحتاج هو تلقائيا حتى لو كان حافظ النص اكثر من 100 مره حتى يصور فيديو. شكرا. يسلم وشكرا كثير. مزبوط. طيب علاء انت كان عندك نقطه كمان؟ كان عندي سؤال بس جاوبت عليه بالشرح. شكرا. اوكي يسلم. طيب هلا بننتقل من الصوت لوين الواحد لازم يسجل الصوت. تسجيل الصوت وهون انا عم بفرق اذا انتم عاملين صوت لحال وحاطينه فوق الفيديو او اذا حتى لو لما بدكم تختاروا المحل اللي بدكم تصوروا صوت وفيديو يعني صوت وصوره مع بعض. هاي صوره ل مثل خزانه معموله بسفنج لحتى تشيل كل الأصوات الإضافية. بس يعني أنتوا أكيد ما عندكم هيك خزانة تصوير بس ممكن أنه تنعمل حتى لو بالبيت إذا في سجاد
إذا في برادي، إذا في حرامات. يعني أنا في بعرف ناس لما بدهم يسجلوا بغرفة فيها صدى بيحطوا حرام على الحيط أو شيء بشكير لحتى يقل من الصدى. بتكون تتأكدوا أنه ما يكون في كتير هواء بالمنطقة اللي أنتوا فيها. إذا عم تعملوا فيديو برا يمكن تعملوه الصبح بكير كتير لأنه لسه ما في ضوضاء ناس ماشية داخل طالعة، ويكون بعيد عن أي صوت مروحة ولا صوت مكيف ولا أصوات لآليات تانية. وآخر شيء أنه يعني نعيد أنه تتدربوا كذا مرة لتختاروا التدريب المناسب. هلأ بالنسبة للفيديو ممكن أنه على الهاتف مثل ما قلنا، ومثل ما ماسك الهاتف بهي الصورة بالعرض وليس بالطول، وهي جدا مهمة. وكمان رجاء ما تحرجونا وتحطونا تحت الأمر الواقع أنه ما عاد عندي وقت وهذا الفيديو الوحيد اللي طلع معي، ضروري أنه يكون هيك بشكله بالعرض. تتدربوا عليه ولو 50 مرة الفيديو، تنتبهوا لطريقة تحرككم، للغة الجسدية مثل ما قلنا، وتتأكدوا إيديكم وين رايحة وين جاية. يعني أنا مثلاً هون إذا عم سجل فيديو هيك مو غلط أنا إذا شوي استخدمت إيدي، بس مو دايماً هيك عم بعملها يعني، وما تعدوا منتبهين على حكي، ومو كمان مكتفتهم كأنه أنا ما عندي إيدين، فشوي من التفاعل بالإيد مو غلط. وبعدين أنه تضلوا متذكرين أنه في ابتسامة على الوش لما أنا عم بحكي. ممكن إذا حكيت بشي ما كتير يعني مريح أنه توفى والدي أو شيء، تروح هالابتسامة لفترة وجيزة لازم ترجع. وكمان بعض النقاط بالنسبة لتسجيل الفيديو أنه ما تكونوا أنتوا واقفين والكاميرا تحت، وما تكون الكاميرا كتير عالية وأنتوا فوق وتحتها، بس تجربوا تقوى الكاميرا على مستوى وشكم. ما تكونوا هيك قاعدين، شفت كذا فيديو أنا هيك بكون واحد على الزاوية كأنه بالهذا. جربوا تجلسوا أنه تكونوا بنص الصورة واللي حواليكم ما يكون في كتير ضوضاء مثل ما قلنا. يعني إذا هيك أنا أحسن مثلا من هيك، لأنه في أشياء كتيرة صايرة حوالي بالفيديو. في أي أسئلة على على هذا اللي حكيته قبل ما أنتقل؟ أوكي، شو بدكم تلبسوا؟ ذكرناها من قبل، ألوان سادة، بزنس كاجول كأنه رايح أنت على مقابلة للشغل، بس مو جرافي وكذا، لا إنه قميص مرتب لون بسيط إلى آخره. رجاء يعني فكروا فيها كأنه أنتوا طلاب، بس طلاب لابسين شغلات يعني كأنه رايح على الجامعة مو رايح على الدكانة ولا فايق من النوم. ألوان مثل ما قلنا سادة، مثلا أزرق هادي، بني هادي، هالشغلات بيمشي الحال. تفادوا الألوان اللي كتير صارخة، وتفادوا إنه يكون في تنافس بالألوان بالبيئة اللي أنتوا فيها، إنه شيء كتير أصفر وعلى شيء كتير أحمر وإلى آخره. بالنسبة للبنات كمان بحب ذكر إنه الحجاب لنفس الشيء. بالنسبة للشعر إنه يكون مرتب نساء ورجالا، ما يكون جال كتير واقف هيك مثلا نازل الواحد يعني رأسه، ما تكون الدقن يعني منتظمة ومرتبة. والبنات اللي بيحطوا مكياج وكذا رجاء يعني يكون كتير خفيف المكياج مو زايد. وبس هاي كل اللي بدي أقوله عن اللبس. تمام، هلأ التدريب، تدربوا على الفيديو لما يكون الخلفية سادة داخل البيت أو خارجه، إضاءة طبيعية أفضل بدون ما يكون في خيالات قدامكم إنه أباجور مثلاً نصه فاتح نصه مسكر.
في واحدة مثلاً تصورت صبية برا إنه بمنطقة خضراء حلو كتير، بس كان الأشجار كلياتها عاملة مثل يعني هي مو مبين نجا خيال عليها، فهذا مو كتير منيح. تكونوا قريبين نوعاً ما على الكاميرا، ما بعاد عنا، وإذا حدا يعني يفضل ما يكون حدا ماسك الكاميرا، يفضل تكون مركوزة على شيء، لأنه مهما كان الشخص جرب يمسكها إلا يكون في رجع، وهذا الشيء ما كتير منيح. بعيد عن الأصوات، ذكرت لكم إنه تصوير بده يكون من الصدر وما فوق، و يكون بالعرض التليفون مو بالطول. لهون انتهينا. ممكن بس ضيف شغلة صغيرة، في طلاب عنا عندهم أصدقاء مثلا مصورين محترفين، وحدا تطوع لكم يقول لكم أنا بيجي بصورك الفيديو، ما في مشكلة وقتها، بس لا تطلع برات طريقك ولا تدفع لحدا ليصور لك الفيديو. نحن يعني راما دايما كانت كتير فخورة بتطبيقها هاد، لأنه بتقدر تستخدم في كل الأجهزة المتاحة لك، سواء تليفون ولا فيلم ولا إلى آخره، لتصور صور بتاخد العقل. فما في مشكلة، وحتى هلأ في كورسات على الإنترنت كيف تصور بتليفونك صور ممكن تنتشر بمقالات وجرائد. العبوا شوي يعني، طلعوا هاي الأمور، لا تستعجلوا بالنشر إنه أنا بدي حملتي تطلع هلأ مقابل إنه تدفعوا حقها إنه يطلع معاكم فيديو نصكم. بس ركزوا على النوعية، لأنه كل شيء بتكتبوه على الحملة وكل شيء بتعملوه ما بيعادل دقيقة بينتبه عليكم فيها المانح لحتى يفهم رسالتكم وياخد قراره إنه إما يساعد أو ما يساعد. وهذا الشيء بيحصل عادة بالدقيقة الأولى من 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 الفيديو تبعكم. فرجاءً كتير تأكدوا إنه في شيء عم يجذبه دائما، وإنه أنتوا عملتوا كل شيء بتقدروا عليه. بس أوكي، أنا هون انتهيت يعني من المواضيع اللي بدي أحكي لكم إياها. يمكن بس في موضوع اللغة الجسدية، يعني ممكن بس نعطي مقتطفات عليها، يعني لمحة عنها، أو نعمل جلسة تانية لأنه صار ساعة هلأ، يعني ما بدي أتعدى الساعة. أنه عطيناكم مادة كتيرة اشتغلوا فيها، وإذا ردتي رشا نعمل كمان جلسة بكرة مثلا لمدة نص ساعة، ممكن نعملها تحديدا عن هاي الموضوع، هذا الموضوع. فينا نسألون راما إذا حدا منهم مثلا اليوم قرر يعطي 3 ساعات من وقته بعد الظهر، يفكر بكل شيء أخذته بالتدريب من يوم اللي بدينا، سواء البرنامج اللي بدأ بيوم الجمعة وبعدين جلسة المتابعة تبع الداشبورد والجلستين تبع مبارح واليوم. إذا حسيتوا أنه في داعي كان به، ما حسيتوا أنه في داعي هذا أمر متروك لكم. يعني إذا في شيء ممكن يستفيدوا منه الكل كمان، بعتقد أنه هذا اللي حيحدد إذا منشوفكم مرة تانية ولا لا. نحن مستعدين إذا أنتم محتاجين، إذا ما لكم محتاجين حسيتوا حالكم اكتفيتوا بنحل الموضوع بسؤال بإيميل إلي ولا لا، يعني ما في مانع كمان. هلأ ايه، فيلي رايد كمان جلسة يرفع ايده، يلي ما بده يخليها منزلة. اوكي، فإذا عنا 5 بدون جلسة تانية، الباقي حاسس حاله مرتاح. بركي نحن عملنا جلسة لمراجعة السكريبت مع هالمجموعة. طيب. ويمكن يعني إذا بدك بكرة أو ما بعرف إمتى، يعني الوقت اللي بدون يال بقية، منتوقع أنه أنتوا بتكون يعني داعسين بالموضوع، وبدي بلش شوف المحتوى تبعكم على الموقع خلال هالأسبوع القادم. وبدي أعطي يمكن كمان ديدلاين، يعني خلينا نعمل التالي، إنه كل المحتوى غير الفيديو سكريبت رجاءً تكونوا مجهزينه وموجود على الموقع، تمام؟ كل المحتوى غير السكريبت من هون للجمعة القادمة، اللي هي البيانات تبعكم، القصة تبعكم، الجواب على الأسئلة اللي موجودة، هاي كلها تكون جاهزة ما عدا السكريبت. والسكريبت إذا جاهز كمان بيكون كتير منيح، بتكون كمان أسبوع يمكن لحتى يحضر.
وبعد أسبوع للفيديو، يعني أنا بتصوري 3 أسابيع. بس خلال هالمرحلة بتوقع منكم كلكم إنه تبدوا تعطونا، يعني نحن رح نعطيكم نص الإيميل اللي بدكم تبعتوه لأصدقائكم كنموذج، وإنتوا بدكم كل واحد منكم يبعت لرشا وأنس إيميل ويضيف عليه كل الناس اللي إنتوا بدكم تبعتوا لهم إنه ترقبوا الحملة تبعنا. هاي الرسالة حتكون ترقبوا الحملة تبعنا على edSeed. كل واحد منكم بده يكون عنده على الأقل 20 إيميل موجود على هالقائمة من زملائكم ومن مدراءكم وعمومكم وأي حدا موجود إن كان بالأردن ولا بأمريكا ولا وين ما كان. رما، عندي ملاحظة أخيرة. كثير عم لاحظ إنه ما حدا عم يلتزم بترتيب فقرات المعلومات اللي إحنا طالبينها على الداشبورد. بيجي واحد بيكتب لي مثلاً 600 كلمة بيطلعوا صفحتين بالعادة، 600 كلمة بس بيحطهم كلهم بحقل واحد. نحن لنساعدكم على الداشبورد، عم نحط حقول، رجاءً التزموا فيها. اللي ما قادر يفهمون بالإنجليزي بيبعت إيميل بيقول لي شو هي الحقول وأنا شرحتها قبل هالمرة. هذا موضوع أساسي جداً. متى ما تأكدتوا منه نص مشاكلنا بتخلص، ما بعود مضطر عم نروح ونرجع ونروح ونرجع. تأكدوا من المعلومات المالية تبع كلفة جامعتكم، هذه كلها معلومات لازم تكون محطوطة بشكل دقيق. إذا المبالغ اللي بدكم ياها هي مبالغ إجمالية، أكدت راما على موضوع لا يمكن أني أكد لكم على أهميته قد ما عدته، موضوع الشفافية والصراحة. ما تخاف أنت إذا جايك منحة من محل تاني وأنت لسه محتاج يلي بيسموه stop gap measure، يعني هالإجراء يلي بدك دفشة صغيرة لتكتمل ميزانيتك، بتقدر تقوله وتقول بالعكس هالشيء إيجابي. إذا مانح بيقول إنه أنت عم تحصل على دعم الآخرين، معناته أنا بدي أدعمه لأنه هذا إنسان حصل على ثقة الآخرين. أي